أرى أنه يوم 9/4 هو يوم نصر، يجب أن يحتفل به من إنهاء حقبة ظلمة فاسدة شوفانية حكمت العراق. يعني الآن إذا ما سئلت أنا شخصيا، ويسأل أي مواطن عراقي بالشارع العراقي الآن، يشعر أنه الكرامة العراقية أعيدت له، ويشعر هو بكامل كرامته. كانت الكرامة العراقية يعني بعيدة عن العراقيين جميعا. صدام يعني في حروبه على الجارتين إيران والكويت زج العراقيين على الجبهات، واستورد رجال من مصر. المصريين ملأوا المحافظات العراق لسد الفراغ. المقابر الجماعية خير دليل. الآن الصوت، الآن أنا وجنابك وإن كنا نختلف نتفق، ولكن صوتك مسموع وواضح، وصوتي مسموع وواضح. فيعني تغييب الصوت العراقي، تغييب الكرامة العراقية، العبث بمقدرات العالم. احنا خلينا نتحدث بواقعية. يعني الآن إذا ما أردنا أن نسلط الضوء على سلبيات ما يجري، طبعا بعنوان عام أقول أنه ما دام هناك عقلا بشريا يقود، هناك أخطاء بما لا نعم يقبل الشك. يعني مهما بلغت القدرة من الحكمة والحنكة، هناك أخطاء. يعني اليوم نتحدث مثلا عن الفساد في العراق وما سببه الفساد في العراق. أنا أتساءل، هاي الحكومات العربية من المغرب إلى الخليج العربي، يعني أكاد أجزم أن أقول أنه كثير من حكام العرب هم سرقوا شعوبهم. ما تناول الإعلام وسلط الضوء على هذه الجزئية، ولكن صور لنا صورا أخرى وكأنه العالم العربي يعيش في جنة عدن. اليوم لا، احنا نعم هناك من الأخطاء، هناك من السلبيات طيب الكثير إذا ما أردنا أن نصنفها، ولكن الأساس في أنه أن نمضي بالعراق إلى الأفضل.